السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بيكم في فرح الكروشيه. طبعا الفيديو اللي فات اشتغلنا الشنطة الخروج دي، تمام، بغرزة الحشوة العميقة، تمام. أنا كملتها طبعا زي ما قلت لكم، عملت لها جسم الشنطة كله، خلصته، تمام. طبعا اشتغلت، هيسهلكم برضو بالمازورة، 21 سنتي، 21 سنتي. طبعا انا ما كملتهاش، يعني انا اشتغلت عدد سطور بالنسبة لغرزة الحشوة العميقة، سطر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 سطر، 16 سطر. واشتغلت فوق ايه، سطرين بالاسود، غرز حشوة عادية، تمام. ليه بقى؟ علشان انا لسه هركب اليدين بتاعت الشنطة، اليدين اللي تمسك بيهم الشنطه، تمام. طبعا انا عملت سطرين زي ما قلت لكم، غرز حشو ثابته، غرز حشو ثابته من غير اي تزايد ولا اي حاجه، خلاص. طبعا احنا علمناها عشان نركب، يعني كده احنا موسطنين اليدين، شايفين شكلها جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي حابب ما يعملهاش بالالوان الكتيره دي، يعني عايز يعمل لون واحد يعملها، لونين يعملها عادي، عايز يخليها حشو عاديه ماشي، يعني مش شرط يعني، بس انا حبيت اديكم فكره واوريكم شكل جديد، تمام. طب احنا عايزين نعمل اليدين، احنا نعملهم ازاي؟ برضو البوك الصغير بتاعها ده اهو، دي الفضيه، برضو هنشتغله في فيديو مختصر لوحده برضو عشان نتعلمه سوا اهو. برضو هنركب السوسته مع بعض، تمام. انا اشتغلت حبل ايه اللي سير روماني معاكم في القناه، خلاص. انا عملت 2 يدين اهو بنفس الطول، 2 اهو بنفس الطول ونفس الغرز ونفس كل حاجة. مديني طب الطول بتاعه كام؟ الطول بتاعه 48 سنتي، خلاص كده. والتاني برضو زيه بالظبط اهو، الاثنين قد بعض اهو، خلاص. طبعا احنا موسطنين هنا الغرز، العلامات دي عشان ايه؟ هنركب فيهم الغرز، يعني انا وسطنتهم كده، عديت من هنا 10، عديت من هنا 11، في ال11 حطيت العلامة، وهنا نفس النظام 11، الجنب التاني برضو 11، خلاص. هتبقى لنا هنا متهيألي 13 غرزة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، خلاص. يعني والجنب التاني نفس النظام، عديت 10 من الجنب ده و10 من الجنب ده، وحطيت في ال11 العلامات، خلاص. طب احنا هنشتغلهم ازاي؟ عند الغرزة ال11 احنا معلمين عليها ونشيل العلامة، خلاص. الجنش بتاعنا ده هيبقى كده من البداية اهو، ندخل الابرة فيه في قلبه، بحيث ان احنا هنسحب الخيط اهو، نسحب خيط، خلاص اهو. نشتغل غرزة، نشتغل 3 غرز حشو، 3 غرز حشو معانا، واحدة كده، التانية كده، التانية كده، ايه التالتة، 3 غرز حشو في نفس المكان اهو عشان تثبت. وباقي الغرز اللي معانا دي هنشتغلها حشو زي ما هي اهي، نشتغلها حشو كلها لغاية ما نوصل للعلامة اللي هي في الجنب التاني، ان الناحية دي يعني، خلاص كده كلها حشو اهي، حشو عادية خالص. اهي خلاص كده، كده نشيل برضو العلامة اهي،
ودي الغرزة الحداشر. نجيب برضو الطرف الثاني من العلامة من الحبل، من الحبل اللي سير الروماني ده، خلاص اهو بس نظبطه خلاص كده اهو. برضو نشتغل 3 غرز حشو، ادي 1 كده، 2 كده، ايه 3 اهو خلاص كده. اشتغل برضو حشو لغاية ما اوصل للعلامة اللي الجنب التاني، واركب برضو الحبلين من الجنب التاني واوصل لكم وارجع لكم لما اوصل هنا كده في بداية السطر اللي احنا عملنا اللي اشتغلنا ده. ماشي كده، انا خلاص خلصتها وركبت اليدين خلاص بتوعها اهو، ادي 1 وادي الجنب التاني اهو، خلاص تمام كده. كده انا عاملة 2 غرز حشو بس، تمام. هشتغل تاني 2 كده، 2 3 هشتغل كمان 3 سطور تاني غرز حشو بس من غير اي حاجة خلاص، غرز حشو ثابتة فوق كل غرزة غرزة خلاص. هشتغل 3 سطور وارجع لكم تاني كده. خلاص خلصتها خالص تمام، اشتغلت 6 سطور زي ما قلت لكم، كان في 3 اشتغلت 3 عليهم بس، اخر سطر اشتغلته بايه منزلقة تمام. طبعا ركبنا الايدين مع بعض وركبت لها الفروة الحلوة دي كده، هيفضل معانا ايه السوستة بتاعتها خلاص. شايفين شكلها جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. كده الطول بتاعها بالظبط 25 سنتي خلاص اهي تمام كده. كده انا هنا هركب السوستة بتاعتها تمام، واللي هي والبورتفيه بتاعها، هي والبوك الصغنطط بتاعها ده برضو بعملها بنفس غرزة الحشوة العميقة اهو، بس انا هعمل لكم في فيديو مفصل لوحده عشان اللي حابب برضو ينفذه اهو. هركب لهم هما الاتنين سوستة وارجع لكم تاني خلاص كده. كده خلاص خلصت خالص معايا، ركبت لها السوستة بتاعتها، ركبت اللوجو هاند ميد خلاص، ودي اليدين بتوعها تمام. لو حابين هنركب حلقتين سهلة الفتح من هنا ومن هنا تمام، ونركب لها ايد جل، ونركب ايه ايد جل لو حابين نمسكها نركبها في الكتف كده ولا حاجة خلاص. وركبت لها الفروة بتاعتها وهي شكلها النهائي خلاص، والبوك برضو بتاعها اهو بوك الفضية، ويا رب تعجبكم وتنفذوها تمام. لو اي حد عنده افكار مثلا حابب ان احنا ننفذها له مثلا في القناه، اكتبوا لي تعليق او صوروا لي ونعملها لكم باذن الله تمام. خلاص كده، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش طبعا في لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد، وتعليق حلو كده يشجعونا بيه يعني ان شاء الله خلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.